السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج اللي هو الاي اس، وده برنامج متخصص جدا في مجال الانرجي، وهنشوف مع بعض ازاي نتعامل معاه وازاي نقدر ناخد موديل من البيم ونشتغل بيه جوه الاي اس. وهو حتى في ادنس موجودة جوه برامج زي برامج الريفت، تقدر ان انت تصدر منها تلقائي او اوتوماتيك للاي اس. ده الموقع ممكن تقول له من هنا ترايل وتقدر تحمل البرنامج. طيب بعد ما تحمله وتفتحه هيجي لك بالشكل دوت. فانا هقول له مثلا نيو بروجكت، فبيبدأ يجيب لي بالشكل دوت. فانا ممكن اختار المكان اللي هيبدأ فيه الدراسة، ممكن تختار على شكل ريكتانجل او على شكل حرف ال او على شكل حرف يو. كل نقطة من دول تقدر تدخل المقاس بتاعها وتقدر تظبط الاتجاه بتاعك بالشكل دوت، وتقدر تحدد الملف الوزر بتاعك وليكن مثلا دوت بالشكل دوت. تقدر تدخل ال HVAC methodology هنتعامل معاها بيه، وبعد كده تقول له create project فبيبدأ يحمل المشروع. حمله هو بالشكل دوت، فنقدر نعمل select على أي جزء ويبدأ يجيب لي الأجزاء هي الروب مثلا وهكذا بالشكل دوت. وتقدر تشوفه على شكل بلان او على رايت او على فرونت. ممكن تقول له انا عايز اشوف معايا الاتشفاك زون بالشكل دوت. طيب خليني ابدا ملف جديد. على اساس الملف دوت انا عايز ابدا ادخل المعلومات من ملف بتاع بيم، فلا هنا كرييت فروم بيم فايل. طيب اخترت، بيقول لي اعمل براوز فور بيم فايل. طيب هو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان يكون في ملف اكس ام ال او ملف اي اف سي او ملف ام اي تي. طيب هو مثلا عايز اي اف سي، ده دي مشاريع انا كنت شغال فيها، ده مثلا مول في قطر، ده دي مشاريع انا شغال فيها. بس انا اختار اللي هو مثلا يكون جامع البرنامج على اساس الحقوق بتاعت النشر وحاجات زي كده. تمام. طيب بيقول لي بقى الاوبشن اللي عندك، مثلا جيومتري زائد اساين داتا زائد اول داتا وهكذا، اللوكيشن بقول له كريت بروجكت. فبيقول لي عايز سيف المشروع اللي فات، فبقول له نو، فبيبدا ان هو يفتح الملف اللي انا كنت شغال عليه. هنا الجزء ده بتاع الابليكيشنز، ومع الوقت هنسطب حاجات هيبقى اكتر من كده بكتير. وده الجزء دوت اللي تحتيه عباره عن السبيسز اللي موجوده في المشروع. اول ملف اهو ظهر، ودي السبيسز، فتقدر ان انت تعمل سيلكت على اي سبيس فيهم، تقول له اذا رايك فيها، تقدر تشوف المعلومات بتاعتها، الفلورز والسيلينج والوول كلها بتاعت السبيس ديت. وهنا جايب لي كونتنت مانجر، هنا كل روم المعلومات بتاعتها النيم والبيم اي دي وهكذا. ممكن تقول له اوبن او خلاص خلينا نقفلها دلوقتي. فاحنا كده قدرنا ندخل ملف من الملفات. طبعا سهل جدا من برنامج الريفت تقول له سيف المشروع ده ك اي اف سي او جي بي اكس ام ال. بعد كده نشوف مع بعض ازاي نبدا نعمل الاناليسيس. خلينا نشوف المبنى ده 3 دي. هندوس هنا هيفتح لي موديل فيور بحيث ان انت تقدر تشوف المبنى في 3 دي بالشكل دوت. تقدر طبعا تلفه زي ما انت عايز، تقدر تغير طريقة ان انت تشوف الملف، مثلا اكس راي تقدر تشوفه بالشكل ده باشكال كتيرة. طب انت عايز تشوفه في اي وقت؟ طبعا تشوفه في اي وقت لازم نكون مظبطين موضوع الشمس والشادو والحاجات دي كلها. فممكن نقول له عايزين نشغل موضوع الشمس فيجي بالشكل دوت، ونقدر نغير فيه زي ما احنا عايزين. الدايز، التايم، الساعة كام،
ومن هنا ممكن تشوف الكومبوننت بتاع الشبكة.